صايرة بين الأهل والولاد. حلو كتير، هيدا بتصور لوحدة بده حلقة. خبرنا كتير باختصار شو الفرق بين مجتمع القبل اللي كان في قيم وما في مشاكل قد ما اليوم بنشوف، ومجتمع اليوم اللي انت اليوم عم بتقلي نسبة الأولاد يعني والأكبر شوي الشباب المدمنين على السكر أو على الدروغ عم بيزيد بطريقة دراماتيكية يعني. نعم. من هيدا خبرني شو هن اللي انت بتلاقي ليه اليوم فقدنا هذه الأيام؟ قدي حق اليوم يمكن على الأهل؟ لا قلك لا، لأنه بوقتها قبل الخمسينات هي بلشت تتغير بعد الخمسينات. لهذا قبل الخمسينات كان في أهل يربوا، هلا ما في أهل يربوا، صار في أولاد بيربوا أهلهم مش الأهل بيربوا أولاده. وفهمك كيف من هالناحية. نعم. قبل الخمسينات كان في قيم تعاش تقال تعلم وتعاش، هلا لا بقى تعلم ولا تعاش. يعني بتقري الرسائل بتشوفي شو مفهوم الصداقة، بتشوفي شو مفهوم مساعدة الغير مثلا، الاحترام والأخلاق اللي اليوم هاو شغلتين يعني فقدناهم راحوا، عرفتي كيف؟ يعني هيدا اللي خلاني كمان اتعلق اكثر. وكتاب هن رسائل ضائعه، بس ما هو كمان الكتاب، ما كل كتاب بحد ذاته رساله، ما في شك، ما في مش انه حيلا صف هيدا. انه رساله كمان للي عم بيقروه، رساله للي بدهم يصيروا اهل، يكونوا اهل مش بس يجيبوا اولاد، ما كانت تفقيس اولاد وغير ما يربي، يجيبوا مربيات ما حدا محل أو الام المال يربي، ما بيصير هالشيء هيدا، ما حدا بينوب عن الام، ما حدا بينوب عن الام هيدا وعن البي. دونك هيدا اللي خليني اتعلق بهالرسائل اكثر وانشرون. نعم. توقيعك كان نجاح كبير بالمعرض الكتاب الفرانكوفوني، توقيعك كمان، توقيع كتابك ليش شو بيشكي. ميرسي تسلم، وبتشكر حضورك على توقيع كتابي. وعرفت انه حضرتك عم هلا كنت عم تقول لي انه حضرتك عندك كتاب جديد شعر. نعم. بتقول لي قريب على الشعر اللي بكتبه، شو اليوم بشعرك ممكن يكون في رساله؟ يعني على طول بنحس بروفيسور انه رسالتك انه لازم يكون في مجتمع كله اخلاق كله احترام تيكون في اقل مشاكل، كمتخصص بالامراض النفسيه والادمان، اليوم الاشعار اشعارك اللي رح تصدرهم شو ممكن يكون رسالتك من يعني رسالتي؟ لانه الشعر هو صوره عن الذات، ما في شك. يعني اشعارك اللي كتبتيهم، قصائدك اللي كتبتيهم صادرين نابعين منك انت، ما في شك، وبيعطوا صوره عنك. نعم. وانا حبيت اعطي صوره عني. نعم. يعني هي بحد ذاتها رساله، ما في شك، بحد ذاتها رساله. الكلمه اليوم هي يعني صوره الانسان. ايه، واسمه اشعار بويم دو تيروار اي دامور، عن الوطن كمان. عرفتي كيف؟ نعم. عن هيدا والتراث والحب. نعم. حدا بيقدر يعيش بلا حب؟ ما حدا. الحب والمحبة بيموت، ما احنا بنعيش مثل الورد. الحب والأكسجين. ما عليك. طيب بروفيسور، أحب أختتم بهذا السؤال اليوم. قليل اللي مثل حضرتك اللي عم بيشتغلوا لمجتمع أفضل وللشبيبة اليوم، شو بتقول؟ شو ممكن اليوم الشباب بلبنان يقدروا يصوبوا اهتمامهم بدل ما يكبوا حالهم على السكر وعلى الإدمان يعني المخدرات؟ وين مسؤولية هالأولاد؟ وين مسؤولية يمكن اللي مسؤولين عنهم؟ الأولاد ما عندهم مسؤولية كثير مباشرة، مش هن الأولوية بالمسؤولية، وين مسؤولية الأهل بدك تسأليني؟ نعم. منيح؟ أول شيء. طيب بس الأهل بتربي بس بتشوف أولادهم شطوا أو بيكون في نقص من هالأهل؟ في نقص، ما حدا. تاني شيء إلا بالصدفة يعني بتحصل، مش ماتيماتيك القصة هي. تاني شيء بما يخص الشباب تسأليني هيدا، كل واحد ما عنده هدف بحياته بده يضيع الفراغ. نعم. بده يعبيه. نعم. ما في احلى من السكر ومن المخدرات بتعبي لك الفراغ او ينسوا يمكن واقع مش كثير حلو. اذا ما في هدف بالحياه، اذا عايشين بشباب بمجتمع بجنراسيون. نعم. ما عندهاش هدف بحياتها. نعم. شو بدها تقضي وقتها؟ مزبوط. منيح 100%. عنكم حال بروفيسور انطوان بستاني، ما بينشبع من حديثك الرائع. تسلمي. مبروك لكتابك الجديد. شكرا. وقريبا برجع بستضيفك لديوانك. تسلمي. اللي كلنا اكيد حابين نتعرف عليه ونكتشفه. ميرسي انكور اون فوا. مشاهدينا الكرام، انا بشوفكم بكره
بحلقة مميزة مع السيناتور كريستيان كاميرمان. ولكن بحب إلا قبل ما أختم بونجور لزميلتي ريبيكا. بونجور كارين، وبدي حي بروفيسور بستاني يلي من أكثر من 20 سنة اشتغلنا سوا بموضوع المخدرات. نعم. وكان من أوائل الأطباء يلي استوعبوا الشباب ويلي دلون على الطريق الصحيح من بعد الإدمان، إنه لازم يروح يستشفى وبعدين تأهيل للمجتمع. نعم. بقى بدي حييه وقول له اشتقنا له، ونحن بعدنا بحاجة أكيد. شكرا. لعمله. شكرا. سلامة. مرسي كتير، وأكيد تحية لكل الأهل اللي عم بيربوا مظبوط أولادهم ما يروحوا على هالطريق الصعبة. اليوم عن شو رح القاتل؟ تعرفي رجعت هيك الأمور لطبيعتها من بعد العيد، أكيد فينا نتلقى كتير اتصالات اليوم، في عنا بعض المتابعات. رح نتوقف مع أسعار مواد غذائية معينة، والوقت زيته أنا في صورة اليوم، وناطرة اتصالاتهم للمشاهدين. أوكي، لكن بنبقى معك ريبيكا بس من بعد بريك. أهلين. مرسي كمان. لو كنا زدنا على السبب.